بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعزائي طلاب صف أول ثانوي مدارس الخرج الأهلية، أرحب بكم في أولى دروس مادة الكيمياء نظام المقررات في التعليم عن بعد. درسنا اليوم إن شاء الله بنتكلم عن التفاعلات والمعادلات. الفكرة الرئيسية، تمثل التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية موزونة. معادلات كيميائية موزونة. أهداف الدرس، أولا تتعرف مؤشرات حدوث التفاعلات الكيميائية، ترتب التوزيع الإلكتروني لبعض ذرات العناصر، تمثل التفاعلات الكيميائية بمعادلات، تزن المعادلة الكيميائية. أول شيء عندي، ما هو التفاعل الكيميائي؟ ما هو التفاعل الكيميائي؟ ركز معايا كده يا بطل، عشان الدرس ده مهم جدا 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 في صلب الكيمياء. التفاعل الكيميائي والعملية التي يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة. يعني عملية يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة، ويسمى أيضا بالتغير الكيميائي. ويسمى أيضا بالتغير الكيميائي. يبقى تاني، التفاعل الكيميائي عملية يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة. طيب، مؤشر حدوث التفاعل الكيميائي، إيه علامة حدوث التفاعل الكيميائي؟ عندي تغير اللون أو انطلاق حرارة أو تصاعد غاز. يبقى تغير اللون، أو أنت مثلا وأنت بتاكل أي طعام وبقيت الأكل حقك تركته يومين ثلاثة، تروح تلاقيه مش سليم ولا خرب خلاص. كذلك أهو بتيجي تفاحة متاكلة نصها، وبعد يوم ولا اثنين ألاقي إن الشخص الثاني تغير. هل أصبح زي ما هو تفاحة ولا تغير؟ حدث حدوث تفاعل كيميائي. تمام، تغير الطعام الى خراب بايظ. تمام، بتغير اللون الى انطلاق غاز او انطلاق او تصاعد غاز وانطلاق حراره. طيب، التوزيع الالكتروني، التوزيع الالكتروني، كل مستوى رئيسي بيحوي مستويات ثانوية تساوي رقمه. كل مستوى رئيسي عند المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، كل مستوى من دول تحته مستوى ثانوي يساوي رقمه. فالمستوى الأول في كم مستوى ثانوي؟ أنا بقول الأول، يبقى واحد. والمستوى الثاني، أنا بقول الثاني، يبقى في مستويين. المستوى الثالث يبقى في ثلاثة. المستوى الرابع يبقى في أربعة. والمستويات الثانوية اللي عندي اللي هي الاس والبي والدي والاف، المستويات الثانوية اللي هي الاس والبي والدي والاف، طبعا الاس اقل طاقة، هي لها البي، هي لها الدي، هي لها الاف. يبقى تزداد الطاقة كلما انتقلنا من المستوى الاس الى المستوى الاف. طيب، فانا عندي المستوى الاول يحوي مستوى واحد اللي هو اس، المستوى الثاني بيحوي مستويات ثانوية عددها اثنين اللي هي S وال B، المستوى الثالث يحوي ثلاث مستويات اللي هو S وال B وال D، المستوى الرابع يحوي ال S وال B وال D وال F. تمام؟ طيب، كذلك يا أستاذ، المستوى الثانوي S بيكتمل باثنين الكترون، باي اس اخره اثنين الكترون، والمستوى بي اخره ست الكترونات، المستوى
دي اخره 10 الكترونات، المستوى اف اخرها 14 الكترون، يبقى الاس بي 2 البي ب 6 اخرها تتملى الفل حقها، اس بي 2 البي ب 6 الدي ب 10 الاف ب 14. تمام. طريقة توزيع الإلكترونات، طريقة توزيع للإلكترونات، عندي جاب في الاختبار اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية واعطيك ال I عدد الذري 3. طبعا المستوى الأول هو 1s يلي 2s يلي 2b 3s 3b 4s 3d 4b 5s. خلاص. كان عندي الليثيوم قولي 3، طب الثلاثة دلوقتي يا استاذ حولها لـ 1s 2s، طب الاس بكام قلنا؟ قلنا الاس ب 2، هيتبقى كام من الثلاثة؟ 3 ناقص 2 هيعطيني 1، هياخدوا اللي هو المستوى الثاني ليه اللي هو 2s هياخد ايش؟ 1. البرون 5 توزيعه 1s 2s 2b، طب الاس قلنا ب 2، 5 ناقص 2 هيعطيني 3 في مجال، طب الاس الثاني هياخد 2 هيتبقى عندي 1 هياخده البي، يعني مهم يا استاذ احط ال 2s تكون 3، لا ما ينفع عشان الاس الحد الاقصى لها كام في الامتلاء؟ 2 الكترون، وهكذا. يبقى انا اعرف دلوقتي ان كل مستوى رئيسي يحتوي على مستويات ثانويه يساوي رقمها، وكل مستوى ثانوي له حد اقصى لمن الالكترونات، فالاس ب 2 البي ب 6 الدي ب 10 الاف ب 14. في شيء عندي اسمه عدد التأكسد، عدد التأكسد، عدد التأكسد طبعا احنا عارفين ان العناصر اما ان تفقد واما ان تكتسب واما ان تشارك بالالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي عشان يكتمل الغلاف الخارجي لها بثمان الكترونات، وده قاعدة الثمانيات. فانا عندي عدد التأكسد وعدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في أثناء التفاعل، عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في أثناء التفاعل. المجموعة الأولى عندي فيها الهيدروجين والليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم، دي كلها عدد تأكسدها بواحد، يعني هي بتفقد واحد الكترون اثناء التفاعل. المجموعة الثانية عندي البريليوم، المغنيسيوم، كالسيوم، سترانشيوم، الباريوم، دي عدد تأكسدها 2، يعني معنى موجب 2، الأولى كانت موجب 1 يعني بتفقد واحد الكترون، الثانية ديت يا أستاذ موجب 2 يعني بتفقد 2 الكترون. طيب المجموعة ال 15 اللي هي بتحتاج 3 الكترونات عشان المستوى الأخير لها يكتمل بثماني الكترونات تبع قاعدة الثمانيات، عندي النيتروجين، الفوسفور، أرسنيك، إس أرسنيك، يبقى نيتروجين، فوسفور، أرسنيك. المجموعة ال 16 تحتاج 2 الكترون عشان المستوى الاخير يكتمل بثمان الكترونات، ويتشابه بالغاز الخام اللي هو الارجون، عندي الاكسجين والكبريت والسيلينيوم والتليريوم. المجموعه ال 17 اللي هي الهالوجينات، عندي اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود، على تأكسدها سالب 1 أي أنها
تكتسب 1 إلكترون. تمام. يبقى عدد التأكسد هو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر أثناء التفاعل الكيميائي. كيفية كتابة الصيغة الكيميائية للمركب الأيون. أول شيء يقول لي مثلا اكتب الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد المغنيسيوم. اكتب الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد المغنيسيوم أو هيدروكسيد الألمونيوم. بكتب الأول كلوريد المغنيسيوم وكلمة المغنيسيوم أنا بنتهي بها، ثم جنبها كلمة كلوريد. المغنيسيوم رمزه Mg والكلوريد رمزه Cl. طيب المغنيسيوم تبع المجموعة الثانية بيفقد 2 إلكترون، أكتب تحت المغنيسيوم 2، والكلوريد أكتب تحت الكلوريد 1 إلكترون عشان هو بيحتاج يكتسب 1 إلكترون. تمام. ثم بعمل عملية الإيش المقص، Cl بياخد 2 والMg تاخد 1. دي أعداد التأكسد أو أعداد الأيونات. كذلك كتابة هيدروكسيد الألمونيوم، طبعا الشق الأيوني الموجب بيكتب على اليسار، الألمونيوم رمزه Al، عدد تأكسده 3، أكتب Al تحته 3، والهيدروكسيد OH عدد تأكسدها 1. طب الموجب والسالب خلاص هنا ما ينكتب، الموجب والسالب هنا ما ينكتب. ثم بعمل عملية المقص، الـ OH تاخد 3 والـ AL تاخد 1، يكون عندي الـ AL النتيجة النهائية AL OH 3. أو عشان الـ OH مجموعة ذرية مكونة من أكسجين وهيدروجين بحطها في قوس وتكون التلاتة للكل. تمام. تمثيل التفاعلات الكيميائية. تمثيل التفاعلات الكيميائية، في أي تفاعل كيميائي بيكون عندي في حاجة اسمها متفاعلات، دي اللي ببدأ فيها تفاعل، ونواتج ودي مواد جديدة تكونت نتيجة حدوث التفاعل. يبقى أنا عندي في أي تفاعل كيميائي في عندي متفاعلات وفي عندي نواتج. المتفاعلات دي مواد أبدأ بها التفاعل، والنواتج مواد جديدة تكونت نتيجة حدوث التفاعل. بيفصل بين النواتج والمتفاعلات سهم. تمام. في عندي رموز اهو، طبعا المتفاعلات تكتب على يسار السهم والنواتج على يمين السهم. هنا الرموز المستخدمة في المعادلة الكيميائية، عندي في زائد بيفصل بين مادتين او اكثر من المتفاعلات والنواتج، والسهم يفصل المتفاعلات عن النواتج. السهم رايح جاي اهوت لما يكون التفاعلات انعكاسية، وS يشير إلى الحالة الصلبة، L يشير إلى الحالة السائلة، والG يشير إلى الحالة الغازية، والAQ يشير إلى المحلول المائي. تعال نشوف كده كيفية كتابة المعادلة الكيميائية. أول شيء بكتب المعادلة الكيميائية لفظية الأول، قولي مثلا بروم زي الألمونيوم بيعطي بروميد الألمونيوم. بكتب أنا لفظ الأول كده أقول بروم أهو زي الألمونيوم بيعطي بروميد الألمونيوم. يبقى تقرأ المعادلة اللفظية كما يأتي، ألمونيوم وبروم يتفاعلان لينتجوا بروميد الألمونيوم.
ثم استخدم رموز العناصر وصيغ المركبات في المعادلة الكيميائية الرمزية للتعبير عن المتفاعلات والنواتج. أشوف الألمونيوم رمزه Al والبروم رمزه Br2، والصيغة الكيميائية لمركب بروميد الألمونيوم Br3. طبعا بستخدم السهم هو لأفصل بين المواد المتفاعلة لعالي صار ده هو عن المواد الناتجة، واستخدمت زايد عشان أفصل بين البروم وبين البروم وبين الألمونيوم، وعندي الحالة الفيزيائية اللي هي الألمونيوم صلب والبروم كان سائل وبروميد الألمونيوم كان الحالة تحته صلب. تمام خلاص، يبقى انا كده ترجمت. نفس الشيء اهوت، عندي اكتب في المسائل التدريبيه، اكتب معادله كيميائيه رمزيه للمعادلات اللفظيه. هل هنا مطلب مني ان المعادله تكون موزونه ولا لا؟ اكتب المعادله العاديه، بروم البي ار زائد هيدروجين اتش بيعطوني بروميد الهيدروجين HBr، بل Br زائد ال H2 بيعطي ال Br، كذلك أو أكسيد الكربون اللي هو CO زائد ال O2 بيعطي ثاني أكسيد الكربون، أو أكسيد الكربون اللي هو CO زائد ال O2 بيعطي ثاني أكسيد الكربون. كيفية كتابة معادلة كيميائية موزون، كيفية كتابة معادلة كيميائية موزون. إيه هي المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة؟ المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة هي معادلة استخدم فيها رموز المواد المتفاعلة والصيغ الكيميائية والصيغة الصحيحة للمواد الناتجة، يكون فيها عدد المواد المتفاعلة تساوي عدد المواد الناتجة، أو عدد كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة تبعا لقانون حفظ الكتلة. أول شيء لوزن المعادلة الكيميائية بأنظر للمعامل، المعامل، والمعامل ده هو الرقم الذي يكتب أمام العنصر أو أمام الصيغة، الرقم ده اسمه المعامل. يبقى المعامل في المعادلة الكيميائية هو العدد الذي يكتب قبل المادة المتفاعلة أو الناتجة، بل العدد الذي يكتب قبل المادة المتفاعلة أو الناتجة. وتكون المعاملات عادة بيكون لازم في الغالب يعني بتكون أعداد صحيحة. تمام؟ تعال نشوف كده كيفية وزن أو خطوات وزن المعادلات، خطوات وزن المعادلات. مثال عندي الهيدروجين مع الكلور يعطي كلوريد الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين. أول شيء بكتب معادلة كيميائية غير موزونة، بكتب معادلة كيميائية غير موزونة. تأكد أن الصيغة الكيميائية للمتفاعلات والنواتج صحيحة، يعني الصيغة الهيدروجين صيغته H، تمام H2 عشان هو غاز، والكلور نفس الشيء غاز Cl2، وكلوريد الهيدروجين HCl، الصيغة الكيميائية للمتفاعلات والنواتج الصحيحة، وأن الأسهم تفصل بين الأسهم أهو، السهم بيفصل بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، والإشارة الزايد بتفصل بين كل من المواد المتفاعلة، عندك H2 زايد
في ال2. تمام. كذلك تأكدنا من وجود الحالة الفيزيائية للمواد، هي ده جي 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 كله غاز. تمام. المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. ثاني خطوة، عد ذرات العناصر في المتفاعلات. عد ذرات العناصر في المتفاعلات. عندي الهيدروجين كم؟ 2 ذرة، والكلور 2 ذرة. تمام. أعد بعد كده عدد ذرات العناصر في النواتج. أعطاني ذرة هيدروجين وذرة كلور، كده العدد كم؟ ناقص كم؟ ده يساوي عدد ذرات المواد المتفاعلة، عندي ذرتين هيدروجين وذرتين كلور. أعطاني في النواتج ذرة هيدروجين وذرة كلور. عشان أساوي عدد المتفاعلات بأضرب هنا في المعامل، أضرب المعامل له في 2، بضرب المعامل في كام؟ في 2، عشان تعطيني ذرتين هيدروجين وذرتين كلور، فتصبح ال H2 2 ذرة هيدروجين و2 ذرة كلور، أعطتني 2. طبعا لما ده بيتوزع على الاثنين، يعني دلوقتي 2 هيدروجين و2 كلور. تمام. غير المعاملات التي على عدد ذرات كل عنصر هو نفسه في طرفي المعادلة، ولا تغير أبدا أي رقم ضمن الصيغة الكيميائية لتزيد المعادلة، لأن ذلك يغير نوع المادة. يعني ما ينفع إن أنا أكتب هنا H2Cl2، ما ينفع، بغير أنا في معامل اللي يحق لي المعامل فقط، أما إن أنا غير في الصيغة نفسها خطأ. اكتب المعاملات في أبسط نسبة ممكنة بحيث تكون معاملات أصغر عدد صحيح ممكنة. فالنسبة هنا عندي هنا هو 1:1:2. تمام. كده بنكون وزننا المعادلة، بنكون كده انتهينا من الدرس الأول. كان معكم مدرس المادة أستاذ محمد حمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.